حكم لقاءين يعني مهمين طبعا ضمن اللقاءات اللي حكمها، حكم لقاء الجزائر وكوت ديفوار في ربع 20 درجه. ادي امامنا كره خطيره، استلام وفرصه، لكن يا ولد يا ولد يا ولد الشناوي، فرصه من جانب البرازيلي ريكاردو نيشيمانتو في كره ثابته وخروج يعني من جانب الشناوي بشكل رائع جدا. الضغط حيث ستنظم الكاميرون ان شاء الله امم افريقيا القادمه النهائي، وامتداد الحقيقه لوالده مصطفى مراد فهمي وكذلك جد المدافع نيشيمانتو اللي ضيع الفرصه الحقيقه. كانت انيو ديانج مع السوليه مع كذلك اللاعب متولي اللي هيلعب هدا السريع، والنادي الاهلي لازم يقابل ويضغط من البدايه، لكن على طول وسط ملعب الفريق الخطير فريق ماملودي سان داونز. الخبرات الموجوده ساعه الحقيقه ان شاء الله كل الامنيات الاهلي الحقيقه. من جانب علي معلول كره اماميه المره دي، استلام من جانب بادجي، محطه مهمه يا ولد يا ولد يا ولد اديو بادجي، ولا حضراتكم الدقائق باليمين امامنا من جانب جاستون الاورجواني، مرور ومحاوله الجبال وان شاء الله نكون متقدمين في الشوط الاول. ياسر ابراهيم، ياسر امامنا عنده 34 سنه اللي جددوا له 4 سنوات في كامامنا اللاعب جالي إلى كيكانا اللي بيسدد كرة قوية من جانب كيكانا، لكن إلى الحماس طبعا المعروف محمد الشناوي ما شاء الله الأداء، حارس الأفضل واللي كان مع جيرالدو لمسة اليد المرة دي أمام حكم اللقاء، لكن يشيد باستمرار اللعب جيرالدو. السرعات اللي عند جيرالدو الاختيار النهاردة كان لعب بيه في النادي الأهلي، تحرك أجاييه لاعب يعني الفكر اللي بيلعب بيه النهارده كرات الاماميه، لكن يا ولد على طول مع النادي الاهلي، يعني مجموعه النادي الاهلي مجموعه التي سلاح التسديد البعيد، لكن كره الهدف اللي اضاع طبعا الهدفين في اللقاء الاول اللي جمع بين الناديين ومجموعه اللي كلام على طول. ادي احمد فتحي تمريره الى جيرالدو مهم قوي النهارده دور ياسر ابراهيم، تقدم علي معلول، علي معلول اللي سجل 21 هدف سواء سجل منهم 21 او صنع. يا ولد يا علي يا ولد يا علي، ادي السوليه عاملها حلوه قوي قوي، وعلي معلول طويله الحقيقه فيها قوية عن طريق عرضيه علي معلول وتسديد بادجي واللي مرت الى خارج الملعب في اللقطه دي. ادي علي معلول وادي امامنا هنا التسديده اللي اتعملت امامنا من جلد اللاعب ماوي المدافع هو اللي سجل، واونيانجو يبحث عن الكره وهدف من نيران الصديق علي معلول. على التوالي مدرب سوبر سبورت يونايتد، شوف الكره المسدده للاهلي جيرالدو عايز يعدي وثبت اللاعب لبوز عملها حلوه، انطلاقات لجانب اليمين فريق اللاعب سيرينو لكن شوف الارض امامنا على طول يسجل في هذه اللحظات كرات العاليه. خلي بالك يا راجل خلي بالك، وهدف التعادل يجيبه امامنا جاستن سيريانو. بص الكره اللي في ظهر المدافعين من قبل زواني ويشيل الشناوي، ولكن هدف التعادل بيجيبه جاستن طبعا سيرينو اللاعب الاورجواياني يسجل التعادل امامنا هنا في الفولو والمتابعه لكره زواني. الكرات اللي في العمق يعني لحظه من لحظات عدم التركيز، ريكاردو نيشيمينتو يلعب كره اماميه على طول، وادي امامنا هنا زواني، ولكن جاستن 5 اهدافه في البطوله. بص الكره العاليه حاجات دي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حاجات دي الثاني وينهي الامور تماما، لكن الاهلي قاطعين عدله. جاستون في الدقيقه 26 على طول كره اماميه جاستون، وادي بوليفار في بوليفيا امامنا، ادي انطلاقات لاعب ريكاردو نيشيمينتو، كرات العاليه كرات الاماميه، ادي امامنا خروج ان شاء الله الامور تمشي زي ما احنا عايزين. 1-1 طبعا النتيجه اتغيرت بعد واني، ولكن طبعا الكره الثانيه سجلها جاستون عشان يسجل التعادل. اونيانجو ادي امامنا الحارس الاوغندي الدولي اونيانجو، وتعطيل لعب ترجي 2019 سجل في سيمبا في النسخه الماضيه، لكن 1-1 3-1 في مجموع اللقاءين. كره بالعوم على طول، وادي امامنا هنا جيرار شريف في يعني الهدف اللي سجل، لكن امامنا هو الانطلاقه. كان الخوف مهم، توزيع الجهد يعني واحد يقول لك درجه الحراره. اللاعب مابوي تحركات ومحاولات من جانب كانا يبحث عن ركنيه، لكن امامنا هو كره ترتقي، وادي امامنا كره كيكانا، وادي فرصه مش ممكن الكرات العاليه وفرصه كبيره امامنا هنا بتضيع في اللقطه الماضيه، كره من اللاعب فيلك في الدقيقه 33 اول انذار في المباراه. ارضيه الملعب حتى تصريحات على فكره موسيماني ارضيه الملعب. احمد فتحي امامنا ادي انطلاقات اللاعب كالاكاي، يعني ارجعها المدرب الى ارضيه الملعب. هل كان الهدف غير صحيح؟ لكن امامنا النتيجه بقت 1-1 امامنا على طول اللي تخلص المشكله من بدري، وادي امامنا لمسه خطره جدا فريق بيلو دور ديانج، وشوف امامنا هنا ياسر ابراهيم واقع في ارض نهائي 2015
ومنها نصف نهائي في 2013، نصف نهائي ايضا الكاميرون وغانا 2017، نصف نهائي 2019 اللي بيعتمد فيها على فايلر كمدرب. لمين وادي امامنا الاستلام من جانب سيرينو، الضغط العالي لكن يخلص موسيماني. 1-1 النتيجة. جيرالدو المرة دي عمل دور دفاعي مع ليبوزا، ليبوزا شيل على طول امامنا جيرالدو الى زواني، يرجع مرة ثانية امامنا هنا ديانج، يعني كرة كيكادا وكرة بعدها من فيلاكانسي، كرات الخطأ دفاع المنطقة يحاول يضغط طبعا لاعبي من قبل بكاسابا. امامنا جاستون امامنا صاحب هدف التعادل، كرات العالية لكن وراد الشناوي يلعب على طول محمد الشناوي. لعبنا ونأدي طريقتنا المعتادة والأهلي يفرض شخصيته. ديانج تحرك المرة دي واستلام من جانب زواني، زواني في الكرة لخارج الملعب، وادي امنا جاستو بيلعب الكرات العالية، التغطية الدفاعية من الاهلي تقدم عن طريق ماموي بكرة علي معلول الثابتة، ثم بعد ذلك تراجع كده ومبالغة في التراجع، ادي كرة على طول من جانب سان داونز متولي وديانج وعمرو السولية، في دعم أكثر من جانب جيرالدو في الكرات الحالية مع أحمد تنحيل. كرة على طول أمامية وسط ملعب الفريق، كرات العكسية أمامنا هو إلى زواني، كمل واضغط، اطمع فيها اطمع فيها باجي باجي راجل بيحلي، كرة كان ممكن يطمع فيها عمرو السولية، كرة كانت مم عمرو السولية كان ممكن هو يطمع وممكن يكمل، لكن شوف بقى لسه الأهلي يعني التراجع مش دولي. السنغالي 189 سنتي الكرات الأمامية لكن يطلع تراوز الضغط في الدقائق العشر الأولى، الأهلي كان فيه صحوة ونشاط، وأدي أمامنا هنا الكرات الأهلي اجمالا جيد، يعني اداء جيد لان النتيجه هي اللي داونز هدف جديد في هذه المباراه. ادي امامنا الاقتحام وكده جاستون سيرينو عمل فولو متابعه للكره اللي كان اتفرج بيها زواد، واللي كان طبعا يعني مهاجم مميز يعني متحرك بشكل مميز. 1-1 الاهلي متفوق في مجموع اللقاءين 3-1 و1-1 حتى الان، جدا للتسجيل اللي جات له من عمرو السوليه في الشوط الاول. اونيانجو هنا دي ميلودي سان داونز 1-1 في اللقاء وفي مجموع اللقاءين 3-1 1-1 النتيجة، الكرات الأمامية اللي بيعتمدوا عليها لكن أمامنا هنا يلمس باجي ريكاردو نيشيمينتو، أمامنا يلتقي مع الفائز من النجم والوداد، أمامنا هنا سيين لكن المرة دي غط أحمد فتحي، مرور أمامنا هنا غتدا هاجي 24 سنة، جيرالدو هو يمكن أكبرهم، سليم أحمد فتحي كان في الكرة اللي أبعدها برأسه في هذه المنطقة يمكن و20 مباراة من أندية جنوب أفريقيا، فاز في 10 تعادل في 6 هزم في 6. وبوتريكا وادي أمامنا الكرة الخطيرة هنا ولكن حكم اللقاء مدي فاول. لينجرمان أمامنا اللي بيكمل، لاعبين المميزين لكن ب10 لاعبين الكرات العالية بتعدي، الكرات العالية مشكلة مشكلة، وادي أمامنا كرة عرضية، ضغط بيبي ميلودي سان داونز، الكرات العالية خطيرة، مابوي مابوي طول، منتخب أيضا 19 كابتن ربيع ياسين، نتمنى له بكل التوفيق في المرحلة القادمة أيضا، انطلاقة في اللقطة الماضية مابوي واستلم مابوي في المساحة اللي هيكون أول من يغادر ملعب اللقاء، هل يكون وليد سليم كان غاضب قوي على مابوي، هذه اللعب جيرالدو تشوف مين اللي بيستعد للدخول في حسين الشحات هو الأقرب من خلال ريكاردو نيشيمينتو قلب الدفاع بيتقدم ويعمل المساندة غاضب اللي هيدخل في هذه المباراة بديلا برا، سجل أيضا في لقائين أمام الهلال وأمامنا هنا بنتابع ليكفي يعني التعادل أو لا قدر الله الخسارة الاهلي يعني يرفع النتيجة ل 4-1 في هذه المباراة، لكن الاهلي الكونفدرالية بعد فوزه على اعداد الاهلي شفت كرة مابوي، وادي امامنا تدخل عم مولاي عبد الله في الرباط المغربي، كل التوفيق لمصري الشباب في 2009 ومثل منتخب الجنوب، وكما هو واضح طبعا امامنا استلام على طول في 2016 كرة خطيرة، ادي امامنا زواني عالية أمامنا كرات العالية رأسية لكن صراع محمد الشناوي يطلع كرة عالية من كيكانا ولكن سهلة في إيد الحارس محمد الشناوي. فيلا كاتزي فيلا كاتزي يحاول المرور، فيلا كاتزي وجاستون سيرينو ليس هناك تسلل، جاستون وياسر جاستون وياسر ولكن كرة موجيكا طبعا ماديشا المدافع قلب الدفاع للاعب ظهير، لكن هذا محمد الشناوي رجل المباراة حتى الآن، كرة ريكاردو نشاء لصالح ميلودي سان داونز ولا ركنية النادي الاهلي، كيكانا الرأسية 2012 لقبين للدول طبعا افريقيا السمراء سانزيلي
اللي بيكمل واللي بيسجل دايما واللي بيتوالى المميزين رامي ربيعه يستعيد جانب مستواه سبق افرادت كتير عليه احسن الشحات ويستغل الفرصه اصابه رمضان وغياب طبعا كهربا يا طول الشناوي يطلع بشكل غريب جدا في اللقطه الماضيه ولكن المره دي من كيكانا خطا كبير مش الشناوي خطا كبير لاعبي النادي الاهلي في بعض الفترات بيبقى مهم قوي ادي كره احمد فتحي الكره العرضيه لكن تصل